أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهذه الأيام تشكل مهرجاناً للتسوق وشراء الألبسة الجديدة، وهي من العادات المتوارثة التي يقصد بها نشر الفرح واستبدال الملابس العادية بتلك الجديدة والتي يتفاءل بها الصغار والكبار. أما ما يخيف حقاً هو أن تكون هذه الملابس سبباً في الإصابة بمرض قاتل، وهذا بالفعل ما حذرت منه تقارير حديثة حول منتجات عملاق الموضة الصينية شيئاً التي قالت إنها خطر يهدد صحة الإنسان. وتواجه الشركة التي انتشرت شعبيتها سريعاً حول العالم أزمة جديدة بعدما ذكرت كوريا الجنوبية أن منتجات الأطفال التي تبيعها شيئاً تحتوي على مواد سامة بكميات تزيد مئات المرات عن المستويات المقبولة، ووجدوا أن نصفها تحتوي على الفثالات بنسبة 428 ضعف الحد المسموح به، وهي مادة تسبب السرطانات والعقم. وتكمن خطورة مادة الفثالات مثلاً في أنها تدخل الجسم عن طريق اللمس أو التنفس أو الطعام، وتسبب أضراراً صحية خطيرة منها السرطان وأمراض القلب وأمراض الخصوبة واضطرابات في الهرمونات والوفاة المبكرة. وأظهرت نتائج الاختبار على زوجين من أحذية الأطفال أن أحدهما يحتوي على 1.8 مرة أكثر من المستوى المسموح به من الفورمالديهايد. علاوة على ذلك فإن أحد الأكياس الأربعة التي تحمل طابع الأطفال والتي تم اختبارها تحتوي على الفورمالديهايد بنسبة 1.2 مرة أكثر من المستوى المسموح به. وكشف التفتيش أيضاً أن حزاماً جلدياً واحداً يحتوي على رصاص أكثر بـ 1.7 مرة أكثر مما تسمح به اللوائح. ورداً على هذه الاتهامات ذكر متحدث باسم شيئاً بأن الشركة تأخذ سلامة المنتج على محمل الجد، وطلبت من مورديها الالتزام بضوابطها ومعاييرها، وأكد أن الشركة تعمل مع وكالات اختبار دولية خارجية لضمان الامتثال لمعايير سلامة المنتج. ومع ذلك ليست هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها متاجر التجزئة الصينية عبر الإنترنت للتدقيق بسبب بيع الملابس والإكسسوارات التي يحتمل أن تكون سامة. ففي أيار الماضي أضاف الاتحاد الأوروبي شيئاً إلى قائمته للشركات الرقمية الكبرى التي يجب أن تخضع لقواعد سلامة أكثر صرامة، بما في ذلك تدابير لحماية العملاء من المنتجات غير الآمنة، وخاصة تلك التي يمكن أن تكون ضارة للقاصرين. ووفقاً لتقرير منظمة السلام الأخضر في ألمانيا المنشور عام 2022، اختبر المحققون 47 منتجاً من الملابس والأحذية التي تبيعها شركة شيئاً، ومن بين هؤلاء كان 15% منها يحتوي على مواد كيميائية سامة بمستويات أعلى من الحدود التنظيمية للاتحاد الأوروبي، وخمسة منها تجاوزت الحدود بنسبة 100% أو أكثر. علاوة على ذلك منذ أوائل أبريل أجرى مسؤولو مدينة سيول اختبارات السلامة على 93 منتجاً من شركات التجارة الإلكترونية الصينية الأخرى، وأظهرت النتائج أن 43% على إكسبريس وتيمو منها تحتوي على مواد كيميائية خطيرة. وأنت هل تعتقد أن هذه التقارير حقيقية أم مبالغ فيها؟ شاركنا برأيك.